في دول إنسانة كانت أطيب خلق الله. إنما عمري سمعت كلمة واحدة ديال العيب منها، لا في حقي ولا في العائلة ولا في أي شخص. ما عمرها قالت شي كلمة العيب في أي شخص. وعاد كيجلس يتفكر هذيك الأيام الزوينة اللي دوز معاها، هذيك المرأة تنقولوا الجميلة الأنيقة المتواضعة المبتسمة تضامنية. إنما خلينا تا بلاد فين سافرنا فين مشينا، وخا كنت مشغول كنا كنديرو شي حوايج. داكشي علاش تنقول دائما ما كتحس باللي بواحد الانسان كيما بغى يكون نوع حتى كيفارقك حتى كيمشي وكتبقى بوحدك. اللحظات الاخيره ديال فدوى الله يرحمها، إنها وصلت واحد الوقت اللي ما بقاتش كتتحرك ولا تقدر تهضر. ورغم ذلك تقول لك اجي قادني شويه، صوب لي شعري، قد لي حوايجي، قادني واحد شويه باش نعيط الاهل ديالي لخوتي. باش نبان لهم راني زعما بخير وعلى خير. رغم المرض والعذاب والدوايات باقا مسكينه كتفكر بلي خص العائله ديالها تعيط لهم متقدمه، كتش كتقد كل نهار وتبان لهم زوينه في التليفون. بالله راني كتقول لهم راني بخير يتهناو عليا يا رما. يا رما بخير والو. كنت كنتعذب كنبكي من الداخل ولكن ما خصنيش نبين ليها. قلت لها بينت ليها غنزيد نهدمها غنزيد نحطمها. دونك خاص ديما انا الابتسامه واخا ما كايناش وما بقاتش خاصني نكون بخير نبين لها انا بخير. واحد الوقت ما بقاتش تقدر تتنوض، ما بقاش تقدر تنوض ولا تخرج ولا اي حاجه. وكنت كنهزها نحطها على الكرسي المتحرك ونخرجها تنقولوا بزز عليها، راه ضربها الشمس تشوف الهواء تشوف الناس تبدل شويه نديروا واحد الدوره. نقولوا دموع ما عمرها تنقولوا فارقاتني، ولكن ما كنتش نبغي نشوفهم، خصاش تشوفهم. كانوا الافلام ديال واحد 10 سنين ديال الزواج وتقريبا 15 عام ولا بحال هكا ديال المعرفه تيدوزو قدامي بحال شي فيلم بحال شي مسلسل. انك تشوف بحال اللي هزيتي واحد الانسان اللي كانت فيه واحد الحيويه والنشاط واحد الزين واحد الاداب واحد الاخلاق، وجبتي انسان اخر اللي مسكينه تكرفسات. ولكن كل ما تزاد المرض الا وزاد الاحترام ديالي ليها الحب ديالي ليها العاطفه تزادت. وكي قلت راه العلاقه ما بقاتش غير علاقه حب، ولينا بحال شي خوت اكثر من خوت كاع، لما تنحنوا على بعضياتنا اكثر.
انا هي ما باغاش تموت، تفكر في الوليدات، حتى انا ما باغاش نمشي. لو كنا بجوج تقاتلوا مع السرطان كيف الاخر غلب. كيفاش كانت الحياه الزوجيه او العلاقه مع الزوجه ديالي؟ حياة كنقولوا عواطف، أخذ وعطاء. ملخصات تقول عشت مالك ما فدوى الله يرحمها، اللي كانت قابلة لي على الحماقات ديالي، يعني تلفازة، كتابة، محاضرات، أنا تنقرأ، أنا تنقري، ها مشروع، ها فكرة، شحال من حاجة اللي تنقولو كانت كتشجع. كيفاش كنقولك تعيش مالك؟ إنما كانش واحد الإنسان اللي كتوقفك أو تنقولو كتدير لك العصافة الرويضة بالدارجة، دوك تخليك تخدم على راحتك، كتحرك على راحتك، كدير المشاريع ديالك. أهم من ذلك كان عندها تنقولوا حياتها بالأفكار ديالها، مشاريعها، أصدقاء ديالها. كانت عندي حتى أنا حياتي اللي كانت مشارجية بزاف، ومن بعد كانت عندنا حياتنا بجوج أو الحياة العائلية. الحب ديالنا وخاصة في المهجر زاد واحد القوة كبيرة اللي ما كانتش يمكن في المغرب كيف هي خاصها تكون، مي في المهجر تزادت بزاف وكبرات، لي ولات هي الزوجة، أخت، أم، ولا فيها كل شيء، مستشارة خاصة كتصلح لي العربية، بزاف الحوايج ولاو فيها. ما كانش حيت ما كانش عندنا ما عندناش عائلة تنقولوا في السويد، دونك ولا فيها كل شيء وهي ولا فيها كل شيء. دوك العلاقة تزادت ولا طويلة كبيرة. مازلت أنا أقل، أنا كانت تشوفني خاصة مي مرضات العامين الأخرى وما قبلتش، ما قبلتش أن وهنا في السويد يعطيوك المساعدات في الدار، يجيو يديرو يقدو لك كل شيء، يسكنوا كاع معاك، الدولة كتعطيك. ما قبلتش، ما عمري قبلت أن شي شركة أو بلدية اللي تنعيشو فيها غيجيو هما ولي غيقبلو مرتي انا وولادي، وفي نفس الوقت راني خارج تنخدم. إن كانت خلاتني هاد السيدة، خلاتني نخرج نخدم لسنين. كي قلت راه كانت قابلة لي على الحماقات ديالي، اللي هما كثرة المشاريع والأفكار، التلفازة، الراديو، هذا شركة هنا شركة ليه. دونك جا الوقت دابا باش خاصني نحبس هاد الشي أنا، وأنا اللي خاصني نخلي ديك لاكارير ديالي نحطها جانبا، ونقبل وليداتي و أمرتي. دوك ملي كنت كتشوفني نقضي الشغل في الدار لواحد الدرجة مسكينة، أو ما تنديرش بزاف الحوايج، أن حتى الخدمة نقصت منها بزاف، الواحد ولات واحد الشوية يلاه تنقولو كتمشي مع الوقت، ولات هي تتقول لي اسمح لي. عطلتك على الخدمة ديالك، على وقتك، على المشاريع ديالك، كنت كنسمعك كتقول هاد الهضرة بحال اللي كتسمع شي واحد تيرا فيك شي قنبولة في الراس ديالك أو في الجسم ديالك، إنك كتضرك، إن حتى هي براسها هذيك القوة والحركة والنشاط اللي كان فيها نقص، نقص بزاف، نقص في خطرة. إن العام الاخر كتبقى غير نعسه، ما كتحركش بزاف، خصك انت تحركها، ديها، تجيبها. انك كتسمع هذيك الهضره من عندها، ورغم انها كتعذب كتقول لك اسمح لي، وانا اللي خصني نقول لها اسمح لي اذا ما عطيتهاش بزاف الوقت بكري كنت ملهي. كتحس بحالي راك شي عماره كتهدم، تتعذب، ما عرفتش
تصور اكثر من عامين وانت مادب، هي مادب راه تشوفها مادب، ولكن انا مادب حتى انا بواحد الطريقه واحده اخرى. ومثلا ما كانش خاصني نبين، تنبكي من الداخل، ولكن ما خصش تشوف شي دمعه او راني هذا درجة النكير. تبغي تخرج تمشي نقولوا للحانوت، ما عندناش الحوانت هنا ولكن نقولوا للحانوت، مشي تجيبير شي حاجه ناقصك في الدار، كتخاف هذيك اللحظه اللي غتخرج انت اللي فيها 15 دقائق، كتخاف غتضيع معها من الشوفان معها، من الهضره معها، من الضحك معها، من التسطيه معها، واخا كانت مريضه مسكينه كتكابر الله يرحمها. فدول إنسانة كانت أطيب خلق الله، إنما عمري سمعت كلمة واحدة ديال العيب منها، لا في حقي ولا في العائلة ولا في أي شخص، ما عمرها قالت شي كلمة العيب في أي شخص. كانت الحمد لله والله يرحمها كتحلى بواحد الأخلاق اللي كتعاوش، صعيب تشوفها اليوم في بنات اليوم، تنقولوا بنات اليوم الاغلبيه ولا واحد العدد كبير من الضياف في البوزات في الفيسبوك، في التصاور هنا وهنا، وزيدوا كي اللي يعاود راسه وكاع. كانت الله يرحمها واحد الاخلاق عاليه، إن هي مربية بهذيك الطريقة، مربية بواحد الطريقة تنقولوا اجتماعية، العائلة كتبقى مقاربة لبعضياتها، كتساعد بعضياتها بالحب بالاحترام، شي حوايج اللي ما كتلقاهمش اليوم، ما كتلقاهمش شي حوايج اللي قلال باقين في واحد العائلة. تما أغلبية العائلات راه فقدوا يجمعوا راسهم ويجمعوا ولادهم ويربيوا راسهم. كان عزلات تريني تقرا تبحث تتبع الاحداث، شطاري في الاخبار، شطاري في العالم، درجة اي حاجة بالامن او علم الجريمة اللي ما كانتش كتسوق لي ولا كتخاف منه، ولا كتمشي معايا الاجتماعات محاضرات تبحث تقرا، ولا كتناقش معايا هذاك الشيء اللي كان كيعجبني. دوك انسان ذو اخلاق عاليه ما كتعوضش الله يرحمها. كنت فكر حد النهار جات الطبيبه تنقولوا اخر مره شتها وهضرت معها 5 ايام قبل الوفاه ديالها، جات الطبيبه الصباح داروا الكونترول ديالهم، قلت لك راه الاكسجين ناقص عندها بزاف ولا يبشر بالخير، صافي بحال اللي هزيتيني ما نعرف فين وخبطتيني اكبر ضربه. قلت لي الطبيبة شنو ديرها واخا نديوها للسبيطار راه ما كاينش الامل. قلت لي ما كاينش الامل عندك انتيا ماشي عندي انا، مرتي غاتمشي للسبيطار وباقي ان شاء الله نشوفوها. عيطو لومبيلونس جات خرجات كتهضر، الوليدات معاها تشوف الام ديالهم راه غادا تقول لك ما تخافش عليا انا غنولي. مشات للسبيطار دوزت تقريبا نقول 5 ايام، كنمشيو نشوفوها كل نهار، دو جلسوا معها شويه، اخر نهار كانت مع الاخت ديالها بايته معاها في السبيطار،
هضرت مع الصباح دونك ما بقاتش هضرت 3 ايام الاخرى ما بقاتش هضر. هضرت مع الاخت ديالها في الصباح قلت لها راه في العشيه مي غادي نجمع الدار ونوجد الوليدات راه غنجيو. تنظن مع شي 9:30 ديال الصباح ما حسيت بشي حاجه. قلت الوليدات يلا جي نلبسكم يلا نمشيو عندك امكم دابا. وصلنا السبيطار ما كاملاش 20 دقيقة، هي في غيبوبة، تنهضرو معاها تسلمو عليها تنبوسوها طلبو منها المسامحة حتى الدم والأمانة ما تشوف. بعد الوفاة ديال المرحومة الله يرحمها زدت كان درس ليا، زدت نقولو عرفت بحق الزمان وعرفت بلا الدنيا راه ما كتسوى والو، إن في الاخر راه كانت كتجي لهنا حفرة ديال 2 متر على 1 تما بقيتي ما كدي معك والو، كدي معك الافعال ديالك. الزوجه ديالي الحمد لله ما خايفش عليها، انا ما عمري سمعت كلمه ديال العيب من عندك، كلمه العيب ما عمري سمعتها لا فيا ولا في اي شخص. كما بغى يكون نوعو كانت كتوفر بعض الاخلاق عاليه، احترام البشريه، الحيوان، الطبيعه، عارفه مشات لمكان احسن. ولكن زدت تنقول وصلت لواحد الثقافة وواحد الفلسفة اللي أكثر من 25 عام وصلت لها، أنه ما أي حاجة ماتيريال وليتي عارفني راه عارفني عن قرب، أي حاجة ماتيريال ما بقيتش تسوق لها، هذه أكثر من 25 عام. أي حاجة مادة، مادة ما عندها حتى شي مكان، الفلوس، الطوموبيلات، الديور، هذاك الشيء عشناه وما ما عنده حتى شي مكانة. كي عندي كي ما عنديش ما زيد نقص. الحياة تنقولوا بحال اللي تقلبات عليك، إن تشد بحال شي طائر كنتي طير بجوج ديال الجناح تهرس ليه واحد بقى ليه واحد وخاصو يكمل بيه، تقاتل بهذاك، إن عندك جوج ديال الأولاد خاص تشوف لهم مستقبلهم، ما خصهمش يشوفوا هذاك الحزن ديالك اللي غادي تجيبه وتخليه عندك دائما، غيبقى إن ما غيتحيدش صعيب. دوك خاصك تكمل، او بحال شي طياره كتولي بحال شي طياره، راك عارفين الطياره عندها جوج ديال الموتورات على الاقل، موتور سكت ورغم ذلك خاصها توصل للركاب ويتقاتل البيلوت حتى يوصلهم في امان للمنطقه الاخيره ديالهم. دوك بزاف ديال الحوايج تم تنقولوا اعاده النظر فيهم، طريقه العيش، العمل، وزيد وزيد. والكارير تنقولوا كتحطات اللي تيهمك دابا هو المستقبل تاع الوليدات، هما كلشي، اما انايا ما تيهمنيش. طبيعه الحال كاين تغيير كبير يجعلني نمشي نشطب على الزنقه ديال الناس هنايا واحد السويعات ونعطي الوقت للولاد، حيت ماشي تعطيهم اللعاب او تعطيهم الفلوس او كتعطيهم التليفونات وزيد وزيد، خص الوليدات خصهم الوقت وخاصه في المهجر. عطيهم الوقت، لعب معاهم، خرج معاهم، ضحك معاهم، كتب معاهم، قرا معاهم، تريني معاهم، دوك شي حوايج بحال هكا ما يمكنش تعوضهم. وخاصة ملي تكون الأم حاضراش دوك خاصك تلعب الدور ديالهم بجوج، تولي تلعب هذاك الدور. الكارير ديالي أو المستقبل اللي كنشوف دابا هو المستقبل ديال وليداتي.
انا شخصيا ما تهمنيش شنو غندير، دائما عندي ما يدار. اضعف الايمان قد نسدني الدار ومدا نيت نخدم ككاتب مثلا، كاتب نديرها كحرفه، كتبوا بها الكتوبه ديالك او بها لي زارتيكل ديالك او البحوث ديالك. لكن الحمد لله ما تخلعنيش انا مستقبلي، انا ديما غادي خاصني نغير، بيان سور غنغير الطريقه، ان شكون اللي غيزيد لقدام دابا هما الوليدات ديالي، هما المستقبل، هما اللوكوموتيف، هما داك الراس ديال التران اللي خصو يوصل لواحد المكانه نتهنى عليهم، قراو ثقافتهم خدمتهم. ما انا شنو غندير كما تهمني كاع تهمش، ما عنده حتى علاقه، ولكن غادي قد ندير واحد المشاريع ولا شي حاجه اللي غادي يجعلوا انني ما غنكونش بعيد عليهم بزاف، يعني نحطهم في المدرسه في الوقت ونجي لهم بكري، تنقول اول اب اللي غادي يجي يدي وليداتو باش يلا تقرا معاهم، تهضر معاهم شويه، تعطيهم هذاك الشيء انت اللي قاري اللي عندك في الدماغ ديالك تدوزو لهم. اما باش تجي تحط وليداتك مع 6 الصباح وتجي تجيبهم مع 6 العشيه، فوقاش تهضر معاهم العربيه، فوقاش غتربيهم، فوقاش تعطيهم انت هذاك الشيء اللي قريتي، حتى الا ما عطيتيهش لوليداتك لاش صالح هذاك الشيء كله، لا صالحين الدبلومات ولا الوراقي ولا ما نعرف شنو كل واحد فينا اش كيدير. دونك حياتي غنحطها في الثلاجه او غنسد عليها في شي كوفر، وليداتي هما الاولين. بطبيعة الحال غنخلق افكار اللي غيمشيو مع الحياه العائليه، لما شي واحد عنده 54 عام عاد غادي يبدا يجري ويقول انا بغيت نمشي ندير وندير وندير وندير، لا ما غندير والو، ندير مع الوليدات ان شاء الله. اول حاجه ما عمرك كنفكر في الزواج من الاول، ملي كيعطيك الله وكتزوج كتاخذ ديك الخطوه وكيعطيك الله واحد الانسانه بحال فدوى الله يرحمها، ميمكنش ندير بحال اللي كيديروا واحد عدد الناس كينوض كيتزوج. اولا ما عمري غنتزوج، ما محتاجش في دماغي، ما محتاجش لواحد الانسانه وحده اخرى، وما غنلقاش بحال الفدوه، وما كاينش اللي غتعوضها بكل صراحه وبكل احترام لنساء المغرب او نساء العالم، ما كاينش اللي غتعوضها. واحد راه تيشوف وتيسمع المشاكل اللي طاريه، كينوض الحرب ما بين الزوج والزوجه، تيكونوا مزوجين محابين الوليدات وهذا، وفي الاخر تيقرب له حرب. فين غتزيد نتايا؟ تخصني نفرق، واش انا نقلب، علاش غنقلب على هذا السيد؟ شنو غتزيدني هذه السيده دابا انا؟ كاع شنو غتزيدني؟ تعمر عليا الدار، راني معمره مع الوليدات، الطيب ليا راني الحمد لله قاد بشغلي من الصغر، وحنا معسكرين حتى انا تربيت بطريقه ديال تعاون في الدار، الوالده الخوت قضي الشغل، خمل دير الخبز الفران، داكشي كله راه عارفينه، دوك ما محتاجش. ثالثا شنو غتاخذ؟ تاخذ واحد لو ريسك، ديك شي وحده اللي غادي تفرق الحب ديالك ما بينها ما بين ولادك. لا كنفضل نعطي 100% الوليدات ديالي، نكون حاضر معاهم. قد نقول كاع ان يعطيك الله واحد الانسانه في هذاك المستوى الله يرحمها وتنوض تزوج عليها، هذيك نقد نسميها انا هذيك هي الخيانه الزوجيه ديال بصح، هذيك هي الخيانه الزوجيه او الخيانه ديال القبر. بطبيعه الحال ابناء كيتاثروا، ان مره يسولوا على الام ديالهم، فينا هي، واش غتجي ما غتجيش، وما شافوا تنقولوا راه حنا وجدنا راني ولد الدومين لا في علم النفس ولا علم الجريمه، انا وجدتهم هنا المده ديال عامين، وما كيشوفوا الام ديالهم كتعذب، الاطباء داخلين خارجين، لومبيلونس جايه غدا،
تيشوفوا الام ديالهم تنقولوا ناعسه ما كتحركش بزاف، صعيب نخرجوها، كيشوفوا ميكان هزه نحطها في الكرسي المتحرك ديالها باش نخرجوا ضربها شويه الشميشه نلعبوا. دوك ما كانش شي حاجه جديده، ولكن في نفس الوقت التاثر كاين. ملي كيسولوا اش غتقول، كتعطيهم افكار، كتعطيهم الامال منك، كدوز لهم الدين ديالنا، تقول لهم راه الام راه الله يرحمها راه طلعت للسماء، ومن بعد غادي نتلاقاوها، من بعد غادي نتلاقاوها. داك خص واحد يقرا، يخدم، يحترم الانسان، يحترم الطبيعه، يحترم الحيوان، باش يمكن يوصل لعند باش تلاقاو بالام ديالكم. من الام ديالكم كانت بحال هكا الله يرحمها، كتحترم الجميع. دوك الا مشيتي تشوف هاد الخطوات ديالها غادي تلاقاوها ان شاء الله. ومين كتبغيو تهضروا معها او كتوحشوها، تنقول لهم غير هزوا راسكم الفوق، هضروا معها، راه غتسمعكم وما غتجاوبكمش. كنقول لهم راه عندكم شي ميساج اخر بغيتو تعطيوه ليها، راه مره كتجي عندي بالليل وكنهضر انا وياها وكتمشي. دوك غير قولوه ليا قبل ما تنعسوا وانا غنوصل لها الميساج. اخر كلمه هو ما كرهتش كون كنا تنبقاو غير صغار، تنكبروش، تنعرفوش ما بين شي حاجه خايبه وشي حاجه زوينه، كنبقاو غير غاديين صغار. او كانت الحياه دايره بحال شي استوديو، هو داك المكان اللي تيصوروا فيه الافلام، او حيت ملي تيكون جالس المخرج وكيصوروا شي لقطه وما عجباتوش او ما مشاتش ليه مع الكانه ديالو، تتسمعوا تيغوات كوبي، يعني قطع حبس. ما كرهتش كون كانت بحال هكا وتنعاودوا هذيك اللقطه ديالنا اللي درنا خايبه، او درنا في شي حاجه خايبه في حق شي انسان، او ارتكبنا او قلنا شي حاجه خايبه، تنعاودوا هذيك اللقطه، تنعاودوا حتى كنكونوا مزيانين مع الله ومع الانسان، وعاد تنقولوا دابا نكمل المرحله اخرى. للاسف نتمنى يكون نصيب ديالي الجنه ان شاء الله، نتلاقى مع فدوى الله يرحمها، حيت ما باغي لا حر العين ولا داك الشيء كله اللي تنقولوا كيتواجد في الجنه، بغيت غير فدوى الله يرحمها. الزوجه اللي كانت عندي هنا هي اللي بغيت ليه، ما باغي حتى شي حاجه اخرى.